صباح النور أماني، وأهلا وسهلا بك. يعني وردتنا واستمعتي إلى إجابات المشاهدين، هل هنالك بداية ما هو الخوف ومتى يكون مبررا وسويا؟ الخوف هو شعور أو استجابة حقيقية لإشي عم بيصير معنا أو إيذاء ممكن نتعرض له، وهذا علميا بيزيد الأدرينالين بالجسم وبيخلي الإنسان يا إما في حالة هروب من هاي المخاوف أو في حالة مواجهة لهاي المخاوف أو مرات في حالة ارتباك. يعني رح تظهر علينا أعراض مرات نتيجة الخوف، منها تعرق، بتوتر، بحمر، بتأتئ بالكلام إذا كنت بخاف أظهر قدام الناس. وأنا سمعت صراحة الإجابات وهي أنواع كثيرة من الخوف. يعني في زي ما حكيتي خوف مبرر، وهذا الخوف نتيجة سلوكات أو إشياء صارت معنا ورسمت صور واضحة عن هذا الخوف، وفي خوف غير مبرر اللي هو ما رح نحكي اليوم كتير عنه، اللي هو الهلع أو الذعر، اللي عبارة عن أشياء عم بيرسلها الدماغ من صور وإشارات بتوصل لأماكن أعلى من المستوى الخوف الطبيعي. نعم. حالات الخوف خاصة اللي كيف وصفتينا عوارضها الجسدية علينا، هي بتكون عادة مصاحبة لحالات الخوف الأنية أو اللحظية المتولدة من ظرف معين، ولكن هناك حالات من الخوف يلي بتعيش معنا فترات طويلة، توهم مرات بيكون أو حتى يعني توجس من أشياء بنخاف أنه تصير معنا، هيدي كيفية التعامل معها. هاي الحالات اللي هي مثلا في كتير منها الخوف من الموت، الخوف من الوحدة، الخوف من الفشل في كل مرة، من الشيخوخة كانت إحدى الإجابات. فهي في مراحل لهذا الخوف، بيكون إما صار عنا صور معينة عنه فتركزت عنا بدماغنا، وصار أي حدا بيحكي لنا عن هذا الموضوع بيرجع بيفتح علينا جروحنا أو بيعمل خيالات بالنسبة لنا. فبقول السؤال المهم في هاي الحالة، إيش أسوأ إشي ممكن يصير معي لو مرضت؟ يعني بشوف ناس مرضوي، أنا بخاف من هذا المرض، الله لا يصيبنا فيه. هو أكيد الدعاء والإيمان، ولكن طب أنا إيش لو بتخيل حالي؟ إيش أسوأ إشي ممكن يصير معي؟ هل الناس ممكن توقف معي أو لا؟ كيف ممكن أتعامل مع هذا الخوف؟ طب خايف أطلع أحكي قدام جمهور بس أنا عندي مادة أحكيها، فكيف بدي أتغلب على هاي المخاوف الآنية أو اللحظية وكمان على المخاوف اللي هي مستمرة؟ المخاوف المستمرة في إشي بنسميه بالعلم تريسينج وفيسينج للفير. التريسينج بدي أعرف بالضبط وين الخوف، من وين جاي أساسه، لأنه في أساس مرات من الطفولة بيكون جاي، وهون إحنا كمان بنوجه رسالة للأهل. نحن وصغار أو أي شيء شفناه، أو إنه منطفي الضوء وهلأ بيطلع لك العو أو هاي القصص، فإحنا خوفناهم من الظلام بدون ما يعرفوا شو بعد الظلام. الطريقة الثانية التي تحدثت عنها التعرض أو مواجهة مخاوفنا، يعني في هنالك طرق كانت تستعمل أحيانا لشفاء الجنود الذين كانوا بيحاربوا من الخوف والهلع والاضطرابات التي يعانون منها، من خلال تسميعهم صوت للقصف والرصاص ولكن من دون وضعهم بالمعركة الحقيقية. ما أهمية مواجهة أي خوف قد يعترضنا؟ أول إشي لازم نكون جاهزين لمواجهة الخوف، لأنه الإنسان المش جاهز، حكيتي جنود يعني هم مدربين في ميدان فنحطه عشان يشوفوا شو عم بصير معهم، ولكن إذا إنسان مش جاهز بتروحي تعرضيه، يعني تقولي له بخاف من الموت وتقولي له بدنا نروح نزور مقبرة أو إنسان دايركت تعرضيه مرات ممكن يعمل ريوايرينج، مشكلة بدماغ تصير المخاوف أكتر. ولازم يكون أخصائي نفسي هو اللي بيمشي مع الحالة بحالة قررنا تعريضه للخوف، ولكن بأشياء بسيطة بالتعريض للخوف، مثلا منشوف حشرة ماشي وهذا الطفل صار بيخاف أو هذا الشخص، فمنسأله الأسئلة إنه شو بده يصير له هاي الحشرة مشيت باتجاهك. هون أنت عرضتي للخوف ولكن بدون ما تأثري عليه من ناحية نفسية. لأنه ممكن التعريض يكون بيخوف. هلأ إذا تعرض للشخص للخوف وبلشتي تشوفي عليه علامات إلها علاقة بالخوف، الأساس إنك ترجعي تقيميه من هذا المكان، مثلا بخاف من المي وبدك تعرضيه، تحاولي تهديه، خليه يتنفس بعمق. وفي ميكانيزم كتير بسيطة بفيزيكال هي تابينج، بنعمل تابينج على الجسم، تربيت يعني عكس تربيت على الجسم عكسي،
بهذا العكسي بيعمل تغيير بالأعصاب تبعت الدماغ. نعم. ولما بتتغير شوي الجسم بيهدى، بيبطل يفكر بالضبط بالخوف. نعم. أماني، نلاحظ أن الأطفال لديهم يعني خوف من الكثير والكثير من الأشياء، من الحيوانات، الحشرات، الأصوات، الظلام، ولكن الكبار عندهم يمكن بخافوا أقل، ولكن خوفهم بيكون جدي أكثر وبيكون صعب معالجته أكثر. لماذا؟ هلأ المنطقة اللي هي مسؤولة عن الخوف هي منطقة اللوزة بالدماغ. عادة عند الأطفال هي تبدأ تشكلها من الطفولة، لما منكبر بتوقف هاي المنطقة عن التشكل، بصير في منطق أكتر. فالخوف عند الأطفال هو شعور مرتبط مرات بالخيال. لما بيتخيل، نقول له قصة ليلى والذئب، بتخيل الذئب وشكل الذئب، فبصير الخيال بيحفظه. مرات الطفل تطمين من أهله. أيوه؟ أو من حدا من الكبار تحت طيق، وبيحس إنه مجرد إنه كان جنب حدا هو ارتاح. بينما الكبار المخاوف تبعتهم مرات بتكون منطقية. منطقية بمعنى هم تعرضوا لأشياء بحياتهم خلتهم يواجهوا، يعني فشل بصفقة تجارية، صار يخاف إنه يحط مصاريه بمكان معين لأنه خايف من الفشل، فهو تعرض. يعني عم نحكي عن هو مش جاي الخوف من مكان ما تعرض له، مرض حدا من العائلة تعرض للمرض، مات حدا عزيز عليه تعرض لحادثة الموت، فصار الخوف مربوط بأشياء تعرضنا لها وصارت فيها منطق أكثر من ما هي فقط مجرد مشاعر. مع العلم بأنه أصلاً العلاج عبر التخيل هو ينصح به العديد من الأخصائيين النفسيين والدراسات أثنت عليه، ولكن خلينا نتحدث عن تأثير التربية والأهل بالقضاء على الخوف بعدم تربية أطفالنا على ذلك، لأن التربية التقليدية إلى حد ما لها مساوئها بهذه النقطة. بالبداية أول إشي تقبل مخاوفهم، لأن الخوف ظاهرة طبيعية، فبدنا نعرف من إيش خافوا، ليه خفت، عم بيجي بيحكي لك في عنده مشكلة صارت معاه بالمدرسة، اسمعه للنهاية عشان تعرف بالضبط اللي هو إحنا حكينا سبب الخوف الرئيسي. مجرد عرفنا سبب الخوف الرئيسي بدنا نبلش نخليه يعرف يتنفس صح. لما يخاف أو يتعرض بده يحكي قدام أصحابه، لغته مثلا ركيكة، صوته واطي، كيف إحنا منساعده؟ يعني لازم نعطيه الأدوات اللي تمكنه شخصيا كمان يواجه المخاوف اللي ممكن تكون مخاوف شخصية. أما المخاوف اللي لها علاقة بالخيال بدنا نسمع قصصه، لأنه قصصه مهمة بتضوينا على أشياء بيكون عم بيحكي عنها، مثلا إنه هو تخيل هذا الطير رح يجي ويهجم على المكان، بيكون حاضر مسلسل، بيكون شايف إشي، سامع من أصحابه عن إشي معين، خلينا نسمع منه إيش بيتخيل عن الحيوانات لما يشوفها. هون إحنا منبلش نغير الصورة اللي هو ممكن يكون ماخدها. مرات للأسف منحاول إنه ننهي أطفالنا عن الخوف، إنه عيب تخاف أو ممنوع تخوف تخاف، وبالتالي بيصير في هذا الصراع عند الأطفال. إحدى الإجابات اللي وصلتنا لفتتني عندما قالت المرسلة أنه هي بتخاف من السرعة في القيادة، علما أنه السرعة في القيادة يعني يجب أن نخاف منها جميعا. صحيح. هون سؤالي عكسي، من لا يخاف من المخاطر الحقيقية شو بتكون يعني إلى أي مدى مرتبط بقلة المسؤولية؟ هلأ هي مرتبطة بإشي، يعني في ناس من طبيعتهم الشخصية أول إشي بتطلعوا على أنه هاي مش مخاوف حقيقية، أنه السرعة بتعطيني انتعاش وبتزيد الأدرينالين، زي الناس اللي بيحبوا مثلا يعملوا باراسايكلينج، ينزلوا من مرتفعات كتير عالية، الرياضات الخطرة، فالرياضات الخطرة فبتزيد الشعور بالاستمتاع. ولكن بدنا نطلع على أنت، هل هذا الإشي يؤذي الآخرين؟ يعني كرياضة خطرة هي تؤذيك، إذا بدنا نقول تأذيك أنت، مخاوفك أنت الشخصية، ولكن لما بتطلع على أنك ممكن تأذي الآخرين، هل بتقبل اليوم تأذي الآخرين؟ هل بتقبل لنفرض مرات بانتشار مرض معين؟ هل بتقبل تأذي الآخرين وتخوف الناس من هذا الإشي؟ فالسؤال للشخص نفسه، إذا بتقبل تأذي الآخرين فمعناته أنت غير مسؤول. والسرعة صراحة هي مشكلة، يعني حتى الناس في عنا مشكلة كبيرة، نسبة يعني كتير كبيرة لحوادث السير، ولا يجوز يعني مقارنة بالرياضات حديثا الخطرة. صحيح. حديثا تصنيف الخوف عم بيكون أعلى خوف من الموت، ثاني خوف من الفشل، ثالث خوف من حوادث السير، لأنه عم بيكون في قلق عند الناس بأي لحظة ممكن يتعرضوا لها. نعم. إذا أماني جوزع المدربة في مجال العلاقات الاجتماعية، شكرا جزيلا العفو لك.